السكرتار يقول لك زوب في فنجان ما لاحظته انت ما عيشته طيلة الايام الاخيرة معالجة قضائية لملف التسفير طال انتظارها ام محاولة تلبيس احكام قضائية او احكام بالتسفير وبالارهاب على صفحات الجرائد والمنابر الاعلامية وليس في محاضر القضاء. تحية لكم مجددا وللسادة المشاهدين. السادة المحامون الذين اطلعوا على تفاصيل هذه الملفات يؤكدون أنها فارغة وأنها ليست عملية جدية وإنما هي عملية للتلهية. أنا كتبت منذ أيام عن التلهية وقلت منذ 26 جويلية 2021 بأنه كلما عجز في تحقيق انتظارات الناس سيلجأ إلى إشباع غرائزية البعض الانتقامية والتشفي من من يعتبرونهم خصوما ايديولوجيين، وهذا ما دأب عليه. إشباع غرائزي. نعم، الإشباع الغرائزية الانتقامية، وكل مرة يقوم بهذه العملية ويلاحق الخصوم وبطريقة غير متحضرة، بطريقة متعجرفة فيها غلظة وفيها جلافة. عمليات اختطاف، هذه عمليات ليست عمليات مدنية وليست عمليات قانونية، هي عمليات بلطجة. هو يلجأ إليها لتحقيق، قلت، الإشباع الغرائزية الانتقامية لدى البعض ممن صنعهم هو بخطابه، خطابه المتشنج، خطابه المحرض على الحقد وعلى الكراهية، وقاموس خطابه لا يمكن إلا أن ينتج مجموعة من الهمج ومن المتهورين. وهذا ما رأيناه، يعني التشفي وتمني الانتقام وتمني الزوال أناس بعينهم، ويعني خارج منطق القانون، خارج منطق العدالة، خارج منطق التحضر والمدني. إذن كل ما حصل هو كان عملية تلهية وصرف أنظار عن الأزمة الاجتماعية. يعني هذه بلاد تنتهي إلى فقدان المواد الأساسية، ورأينا التونسيين يتزاحمون في الفضاءات الكبرى، المساحات التجارية الكبرى، يتزاحمون على يعني أبسط الأشياء الاستهلاكية، وهذا معيب، وهذه وصمة عار في جبين هذا الذي وعد التونسي. على الأزمة الاقتصادية في الحقيقة كان هذا لسان حال الأستاذ نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، وكذلك حمل همامي في ندوة الخماسي، كلهم يعني أكدوا على أنه مسألة أن السلطة لا رغبة لها في معالجة حقيقية، وإنما فقط هي تسعى للتعمية والتغطية على الفشل الاقتصادي.